بالظبط بالظبط زي ما انت بتقول اهوت، احنا جايين كسبانين يعني، فدي حاجه بالنسبه لنا حاجه كويسه. احنا مش جايين اللي احنا خايفين من حاجه ولا احنا جايين نلعب مثلا المباراه الاولى لنا، لا احنا الشوط الاولاني خلص 2-1 هناك، فاحنا جايين نكمل على كده وان شاء الله احنا نبقى نكمل على كده وان شاء الله نكسب يعني ان شاء الله هنا باذن الله. طبعا طبعا يعني بص كده كده الجمهور سواء انت بتلعب في القاهره او بتلعب هنا كده كده الجمهور دايما بيبقى بيدي حماس للملعب للفرقتين مش لفرقه واحده، فان شاء الله اتمنى الجمهور يبقى يدي حماس لينا احنا اكتر، فان شاء الله يعني الضغط يبقى عليهم هم مش علينا احنا، وان شاء الله نتمنى ان احنا نطلع من النتيجه جايبه ان شاء الله ونكسب باذن الله البطوله. لا طبعا ما فيش استحاله حد من الفرقتين هياخد مباراه عاديه، انت جاي بتلعب نهائي تلعب فاينل افريقيا المباراه الثانيه، فانت اكيد ما فيش مباراه تبقى عاديه، انت جاي بتلعب مباراه حماسيه بين الفرقتين، ان شاء الله نتمنى ان احنا ان شاء الله نبقى احنا الكسبانين فيها باذن الله. ان شاء الله باذن الله السنه دي هتبقى بتاعتنا ان شاء الله.